أهلا بكم إذا مشاهدينا، المزيد من المتابعة ينضم إلينا عبر سكايب من باريس علي المرعبي الكاتب والباحث السياسي ورئيس تحرير مجلة كل العرب. مرحبا بحضرتك. إذا نقابات فرنسا تهدد بشلل الاقتصاد، طائرات سوف تتعطل رحلاتها والمطارات سوف تتعطل، محطات القطار أيضا. لوموند الصحيفة الفرنسية ذكرت بأن النقابات سوف تضغط لإثناء الرئيس الفرنسي تمرير خطته أو هذا القانون الخاص بالتقاعد، هل يستطيعون بالفعل؟ مساء الخير لك وللسادة المشاهدين. دون أدنى شك أن تظاهرات يوم الثلاثاء في فرنسا ستكون كبيرة وتصاحبها تظاهرات ضخمة، يتوقع أن يكون أعدادها بين 2.5 مليون و3 ملايين متظاهر في عموم المدن الفرنسية، خاصة أن الداعين لهذا الإضرابات والتظاهرات هن النقابات الفرنسية الرئيسية، إضافة إلى تحرك الطلاب الثانويات والطلاب الجامعيين، وأيضا في منظمات من المجتمع المدني والسترات الصفراء، كلياتهم الحقيقة متضافرين في الإضرابات التي ستبدأ من يوم غد الثلاثاء، وستكون مصاحبة لها بتظاهرات ضخمة وكبيرة جدا. نعم. وهناك شلل، سيكون شلل في كل وسائط النقل، في خاصة في باريس الكبرى، باريس وضواحيها، وأيضا في خطوط القطارات خارج المدن التي تربط القطارات السريعة، وأيضا المراقبين الجويين حيعطلوا قسم كبير من الملاحة الجوية ورحلات الطيران بسبب مشاركتهم بالإضرابات. وهناك تخوف أيضا من يوم 9 مارس بسبب نزول الطلاب إلى الشوارع في مظاهرات كبيرة. هنا في فرنسا يعتقد الناس أن هذا الأسبوع سيكون صعبا جدا في الحركة والعمل. نعم، هذا الأسبوع الصعب هل تعتقد أنه سوف يشكل فارق بالنسبة للسياسة التي يسير عليها الرئيس الفرنسي ماكرون، السياسة الإصلاحية وخطته الإصلاحية، وخاصة فيما يتعلق برفع سن التقاعد؟ أنا بعتقد أنه سيكون هناك تسوية بالنهاية، قد تكون تسوية مرضية لجميع الأطراف، ولكن غالبية الفرنسيين حسب استطلاعات الرأي ترفض مشروع رفع سن التقاعد من 62 سنة إلى 64 سنة. في الفقرات الأخرى اللي مترافقة مع هذا القانون ممكن التفاوض عليها، أما موضوع يعني رفع سن التقاعد ل 64 سنة فهناك شبه إجماع من كافة القطاعات الفرنسية برفض هذا المشروع. أنا اللي بعتقد أنه الرئيس ماكرون يعاني حاليا من أزمات داخلية وأقليمية ودولية. داخلية من خلال المشروع المثير للجدل والذي ترفضه جميع النقابات الفرنسية، إضافة إلى هو اليسار الفرنسي أيضا تتفق مع النقابات برفض هذا المشروع. نعم. وأقليميا بسبب الحرب في أوكرانيا وانعكاسها على غلاء المعيشة والتضخم في فرنسا، ودوليا من خلال الوضع الحرج لفرنسا في القارة السمراء التي أجبرت الرئيس ماكرون على القيام بزيارة الأسبوع الماضي إلى عدة دول أفريقية لمحاولة استعادة النفوذ الفرنسي في هذه القارة السمراء. نعم، وبالفعل يعني هذه الجولة الفرنسية في أفريقيا، يعني كل الباحثين وكل المراقبين يقولون بأن استشفوا من خلالها بأن نفوذ فرنسا في أفريقيا قد قل بالفعل. طيب أستاذ علي، يعني ثقافة الإضرابات هي ثقافة أوروبية تلقي بظلها على الاقتصاد الأوروبي وعلى الاقتصاد الفرنسي في هذه الحالة. هل النقابات في فرنسا والتي تقود على غرار ما يحدث في باقي الدول الأوروبية التي توجد بها إضرابات واضطرابات في هذه المرحلة، يعني تخوض هذه المعركة وتتحمل على كاهلها هذه المعركة، هل يؤثر هذا على مصداقية هذه النقابات، وهل سوف تحظى ب الدعم الجماهيري باستمرار، سوف يظل الدعم الجماهيري
معها مرافقا لها في هذه المسيرة من الاحتجاجات؟ بدون أدنى شك النقابات الفرنسية تحظى بشعبية واسعة النطاق وسط العمال والموظفين وفي كافة القطاعات، وعندما تتضافر النقابات الثمانية الرئيسية في فرنسا في أضراب وفي تظاهرات متحدة ومتفقين عليها، فهذا طبعا يؤدي إلى جو شعبي عارم متضامن ومتعاطف مع هذه النقابات، وخاصة أن القانون المثير للجدل لسبب هذه الأضرابات والتظاهرات وخاصة ما يتعلق برفع سن التقاعد يحظى برفض واسع النطاق لدى كافة القطاعات الشعبية في فرنسا. نعم. إذن النقابات تعتمد على رفض وزخم الشارع الفرنسي لهذا القانون حتى تستمد الحيوية والديناميكية لمواصلة يعني الدعوات للأضرابات وللتظاهرات، حتى لو كانت العواقب تتأثر بالاقتصاد الفرنسي أو يعني تقوم بإحداث حالة من الشلل في قطاعات الدولة الفرنسية، حتى وإن كان الأمر هكذا، هل سوف يستمر الدعم الجماهيري للنقابات أو هذه العلاقة التبادلية من الدعم ما بين النقابات وما بين الجماهير في فرنسا؟ تاريخيا لم يشهد أي تحرك نقابي عمالي يعني بحالة من التراجع إلا عندما يستطيع أن يحقق يعني مطالبه أو على الأقل غالبية مطالبه أو المطالب الرئيسية. تاريخيا النقابات العمالية لم تخسر في أي معركة خاضتها ضد أي قرار حكومي، وأنا بعتقد أنه هذا القرار الحكومي وخاصة بالفقرة اللي تتعلق بسن التقاعد رفعه من 62 إلى 64 الذي يعني يحظى برفض كاسح من كافة قطاعات الشعب الفرنسي. هذه النقابات تستطيع الاستمرار في الأضرابات والاحتجاجات، ولكن هناك مظاهر بدأت تظهر ولكن غير مؤكدة أن هناك في نواب بالبرلمان الفرنسي بدأوا يتحدثون عن إمكانية استقالة بعضهم من البرلمان في حال إصرار الرئيس ماكرون وحكومته على تنفيذ هذا القانون. نعم، إذن يعني تجتمع معظم الفئات والأصوات في فرنسا على رفض هذا القانون، القانون الخاص بالتقاعد والذي يأتي في إطار خطة إصلاحية يقوم بها أو ينتوي القيام بها أيضا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. شكرا جزيلا لك، كنت معنا من باريس الأستاذ علي المرعبي الكاتب والباحث السياسي وأيضا رئيس تحرير مجلة كل العرب، شكرا جزيلا لك.